بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسعد الله مساكم بكل خير. نحييكم من المرموم تحيه خالصه في انطلاقات هذا المساء لهجن اصحاب السمو والشيوخ. بسم الله وعلى بركه الله. مشاهدينا الاعزاء، ينطلق اول الاشواط واول المنافسات في هذا المساء لهجن اصحاب السمو والشيوخ في برنامجنا المسائي الذي يحتوي على 14 شوطا خاصه بسن الثنايا من الكبار في انطلاقات هذا المساء الجميل والمساء المميز الذي يحمل تحديات هجن اصحاب السمو والشيوخ. اهلا وسهلا بالجميع، نرحب بكل من حضر وتابعنا في ارضيه الميدان، كذلك ترحيبنا بكل المتابعين من امام شاشه دبي ريسنج الناقله لهذا السباق. هنا انطلاقه اول الاشواط، 14 شوطا بعد ذلك 8 كيلومترات هي مسافه التحدي والقوه في هذا اللقاء. نسير بحضراتكم الى بدايه المنافسه الاولى لتتقدم على البدايه افراح بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم مستفتح هذا النداء هنا بقياده المضمر طارش بن مبارك بالقوبع الذي يقدم لنا هذه البداية. بينما في المركز الثاني هملولة من هجن الرياسة وبقيادة المضمر حمدان بن محمد بن مروشد، هملولة على المركز الثالث أيضا لهجن الرياسة وبقيادة حمدان بن محمد بن مروشد. المركز الرابع كذلك تصل هملولة بشعار هجن الرياسة ومع المضمر حمدان بن محمد بن مروشد، كذلك هملول القادمة لهجن الرياسة في المركز الخامس بقيادة حمدان بن محمد بن مروشد، هملولة في المركز السادس لهجن الرياسة وبقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، المركز الثامن أو السابع الآن هذه الشاهينية اسمه شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يضمر الشاهينية عبيد بن محمد بن ضبيعة، المركز الثامن هملولة لهجن الرياسة وبقيادة المضمر حمدان بن محمد بن مروشد، المركز التاسع هذه القادمة في هذه اللحظات هذه الصعبة تعود ملكيتها لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف النيان سعيد بن مبارك الوهيبي، وفي المركز العاشر الشاهينية بشعار العاصفة تتواجد في المركز العاشر بقيادة المضمر غيات الهلالي. هكذا هي النتيجة، هكذا هو الاستمتاع الأول مشاهدينا الكرام بتحديات هذه الانطلاقة المسائية الأولى لهجن أصحاب السمو الشيوخ من فئة الثنايا من هذه الفئة العمرية بالتحدي والتنافس. دائما نسير إلى ما يدور من تحدي ومنافسات كبيرة على أرضية هذا الميدان. العودة إلى المقدمة إلى الصراع الأول، ما شاء الله، هملولة 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 من هجن الرياسة تتقدم في هذا اللقاء، وهنا يتواجد في عملية التضمير مع هجن الرياسة حمدان بن محمد بن مروشد. هذه هملولة تسير إلى مقدمة الشوط بقوتها وجبروتها، بينما أفراح تحتل المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم في عملية التضمير. ياتي المضمر طارش بن مبارك بالقوبع، بينما في المركز الثالث وكذلك في المركز الرابع وكذلك المركز الخامس هذه هماليل هجن الرياسة بقيادة المضمر حمدان بن محمد بن مروشد. يأتي كذلك مع هذا الانطلاق هملول احتلت المركز السادس أيضا لهجن الرياسة، بينما في التضمير سلطان بن محمد الوهيبي المركز السابع. نتابع الشاهينية اللي سموه شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يضمر الشاهينية، ويتابعها مشاهدينا الكرام عبيد بن محمد بن ضبيعة. أما المركز القادم هناك الشاهينية التابعة لهجن العاصفة تحتل المركز الثامن، يأتي في التضمير والتدريب غيات الهلالي، بينما في المركز التاسع هذه هملولة لهجن الرياسة، ويأتي كذلك المضمر حمدان بن محمد بن مروشد، بينما المركز العاشر الصعبة تعود ملكيتها لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف النيان والمضمر سعيد بن مبارك الوهيبي. هكذا هي النتيجة، هكذا هي النتيجة أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء.
هكذا تواجد هذه الانطلاقات وتواجد أول المنافسات المسائية المميزة التي تحمل تحديات. هجني أصحاب السمو الشيوخ من هذه الفئة العمرية لسن الثنايا، لكن هملولة الآن بدأت الآن في المناورة الأولى، هذه هملولة لهجن الرياسة على المركز الأول، كذلك تتليها على المركز الثاني هملولة. تعزيز للمقدمة والصدارة بقيادة المضمر حمدان بن محمد بن مروشد، أحد الشباب في عالم التضمير وعالم الإبداع والاستمتاع. أما المركز الثالث أيضا هملولة قادمة، بدأت تتحرك هنا أماليل هجن الرياسة على المركز الثالث، وكذلك المركز الرابع لهجن الرياسة بقيادة حمدان بن محمد بن مروشد. المركز الخامس هذه هملولة، هملولة لهجن الرياسة يأتي في عملية التضمير كذلك هنا من خلال هذه الانطلاقات. سلطان بن محمد الوهيبي يقدم هملولة الآن على المركز الخامس. المركز السادس افراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، وهناك طارش بن مبارك بالقبع في التضمير. المركز السابع وصلت الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والمضمر عبيد بن محمد بالضبيعة يصل في هذه اللحظات مع ابو سعيد. كذلك الشاهينية لهجن العاصفة تحتل المركز الثامن بقيادة المضمر غيات الهلالي. المركز التاسع الحضور من خلال هذه اللحظات بوجود الشاهينية او هملولة لهجن الرياسة حمدان بن محمد بن مروشد. والمركز العاشر هذه الصعبة تعود ملكيتها لسمو الشيخ سيفة بن خليفة بن سيف النيان، وفي عملية التضمير والتدريب ياتي في سعيد بن مبارك الوهيبي. هكذا مشاهدين الكرام، هكذا هي النتيجة، هكذا هو الإطلال من خلال هذه المنافسة ومن خلال هذه التحديات. نعود إلى المقدمة، نعود إلى برنامج اللقاء والتحدي والتنافس من خلال المنافسة. هكذا النتيجة أيها الحبل الكريم، لكن إلى المقدمة العودة مع هجن الرياسة. هملولة هملولة أيضا على مقدمة الشوط، إلى مقدمة الشوط ما شاء الله. هملولة 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 لهجن الرياسة بقيادة المضمر حمدان بن محمد بن مروشد يقدم هذه النوعية على مقدمة الشوط، على مقدمة الشوط. بينما في المركز الثاني هملولة أيضا هجن الرياسة وبقيادة حمدان بن محمد بن مروشد. المركز الثالث أيضا هملولة لهجن الرياسة وكذلك المضمر حمدان بن محمد بن مروشد، لكن هملولة تتسلل من الجانب الآخر لهجن الرياسة مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. يا سلام العملاق قادم من الجانب الآخر، كذلك هملولة في المركز الخامس لهجن الرياسة وبقيادة المضمر حمدان بن محمد بن مروشد. بينما الشاهينية حاضرة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المضمر عبيدة بن محمد بالضبيعة، هملولة هناك على المركز السابع أيضا قادم لهجن الرياسة ومع المضمر والمتابع حمدان بن محمد بن مروشد. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، اقتربنا من الزاوية الأخيرة، اقتربنا من اللفة الأخيرة، ولكن وين هملولة مسيطرة؟ هملولة قائدة لهذا المسار بالمركز الأول ومقدمة، يعني أداء جميل وتلقائي للغاية على المركز الأول على ناموس هذا الشوط ما شاء الله. هذه هملولة الهجن الرياسة بقيادة حمدان بن محمد بن مروشد. بدأت الآن هملولة الأخرى تتحرك ايضا لهجن الرياسة، لكن باختلاف الاخوان المضمرين ياتي سلطان بن محمد الوهيبي مع هملول اللي حلت الان على المركز الثاني. المركز الثالث الشاهينية من الجانب الاخر بدأت الان تمر تتقدم في هذه اللحظة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها ويتابعها المضمر عبيد بن محمد بالضبيعة، لكن هملولة وهملولة وهمالي للرياسة من الرابح حتى السابع.
مع حمدان بن محمد بن مروش. يا سلام، عبرنا بوابة العبور والانتصارات، والمقدمة حمراء، المقدمة حمراء، والاتجاه اتجاه صحيح نحو خط النهاية إلى منصة الانتصار. الله، الإقلاع مدرج على الإقلاع والهبوط إلى مستوى خط النهاية والبداية، لكن هملولة مسيطرة، هملولة مسيطرة مع بن مروشد، ويحرك هملولة يكلمها تروح، يعني بدأت حتى تزيد من الفارق بينها وبينه البقية المدرج، يعني يبغي له سبرنت كبير وسرعة قوية. المركز الثاني هملولة لهجن الرئاسة، هناك سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثالث الشاهينية اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب، هنا عبيد بن محمد بن ضبيعة. يا سلام، في ظل هذا اللون الأحمر الخطر نشوف ونتابع ما شاء الله قماسية سداسية لهجن الرياسة في مقدمة هذا الشوط، لكن هملول لهجن الرياسة من فرده ومن مسيطرة، كل السيطرة على زمام الأمور، يعني في المقدمة ماخذة حيز ومسافة كبيرة 1200 على خط النهاية. هملوله على المركز الأول خلاص بدون أي تعليمات، وهي مسيطرة وماخذ المركز الأول بكل ثقة، بينما المركز الثاني هملوله هجن الرياسة، وهناك سلطان بن محمد الوهيبي كذلك هملول الهجن الرياسة. حلت الآن على المركز الثالث بقيادة بن مروشد. المركز الرابع الشاهينية لهجن لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوب. تحرك يا عبيد يا بالضبيعة، يا بالضبيعة الله يعينك في ظل هذه الشعارات كلها، لكن يلا دام عندك النوعية لا تخاف أبدا أبدا. شوف 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 الشاهينية على المركز الثاني، الثالث هملول الهجن الرياسة، الرابع هملول الهجن الرياسة. بدأت الآن التغييرات، بدأت الآن الحركة، بدأ الزحف الآن، بدأ الانتصار، بدأ التقدم من هذه الأسماء. هملول الهجن الرياسة بدلوها وغيروها، غيرت ختها من الجانب الآخر إلى مقدمة الشوط. هذه هملولة لهجن الرياسة وبقيادة حمدان بن محمد بن مروشد، لكن هملولة الأخرى لهجن الرياسة مع سلطان بن محمد الوهيبي. يلا يا المضمرين، كذلك قادمة هملولة لهجن الرياسة مع حمدان بن محمد بن مروشد والشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوب بقيادة عبيد بن محمد بن ضبيعة. وصلنا إلى عود النهاية، إلى عود النهاية، وهجن الرياسة في المركز الأول في النهاية، في النهاية مثل البداية ما شاء الله. هملولة لهجن الرياسة انتصرت، فازت، حققت الناموسة بقيادة بن مروشد، حمدان بن محمد بن مروشد. يا بثلاثية ما شاء الله، يا بثلاثية بو راشد، تهانينا والناموس يا بن مروشد يا هجن الرياسة على هذا الفوز والانتصار، تقديم هذه الأسماء، هذه النوعيات في ميدان المرموم وللجماهير ولعشاق هذا الشعار الأحمر. تهانينا لهجن الرياسة، المركز الأول، الثاني، الثالث مع بن مروشد، المركز الرابع لهجن الرياسة، والمركز أيضا الخامس لهجن الرياسة. خماسية حمراء تلمع وترفرف في سماء المرموم. تهانينا لهجن الرياسة على هذا الفوز والانتصار. عودة مشاهدين الكرام بالتهنئة والتوقيت الزمني في لحظات الوصول لهذا الشوط ومستواه المميز العريق الذي راحت من خلاله همالين للرياسة بالانتصار مع أول الأشواط 12 دقيقة 48 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهاني لهجن الرياسة وإلي حمدان بن محمد بن مروشد. المركز الثاني أيضا هملول لهجن الرياسة 12 دقيقة 49 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهاني وناموس لهجن الرياسة وإلي المضمر حمدان بن محمد بن مروشد. المركز الثالث هملولة لهجن الرياسة 12 دقيقة و49 ثانية و7 أجزاء من الثانية. أيضا تهانينا لهجن الرياسة وللمضمر حمدان بن محمد بن مروشد.